ورحب بكم من جديد متابعي الشروق الإخبارية. تتابعون ملف نقاشنا الثاني، نتحدث عن بطاقات دفع إلكتروني لبنوك أجنبية لقت رواجا وسط الجزائريين بعيدا عن الرقابة ووسط ثغرة قانونية. البنوك الرقمية والتحويلات المالية في الجزائر إلى أين وصلت؟ وأي هي الطرق القانونية أو الغير القانونية المسموحة في الدفع الإلكتروني هنا بالجزائر؟ أناقش الموضوع مع ضيفي الكريم الأستاذ أمين بن كراودة، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والمستشار القانوني معي بالأستوديو. ورحب بك معنا، مساءك سعيد أستاذ أمين. ويلتحق بي عبر الهاتف كذلك الأستاذ عبد الرحمن عيا، الخبير في الاقتصاد النقدي، يلتحق بي عبر الهاتف. فأرحب بك معنا، مساء الخير. أهلا بك، أرحب بك معنا، مساءك سعيد سيد عبد الرحمن عيا، الخبير في الاقتصاد النقدي. طيب، سنعيد الاتصال مرة أخرى بالأستاذ عبد الرحمن عيا. سأبدأ معك الأستاذ أمين بن كراودة المستشار القانوني. سأناقش معك صبيحة اليوم ما كشف عنه تلفزيون العمومي عن تفاصيل قضية الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها من قبل الأمن الوطني، حيث وجهت مصالحه الأمن الوطني في 14 من فيفري، يعني القضية تعود ل 14 من شهر فيفري. نتحدث عن الشبكة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود حسب بيان الأمن، التي تحدثت عن اتخاذ لهذه الشبكة من مركز اتصال واجهة تغطي نشاط فرع بنك إلكتروني باي سيرا غير معتمد بالجزائر. الآن لو نتحدث عن كيف يعاقب القضاء الجزائري اعتماد نشاط لبنك فرعي غير معتمد هنا بالجزائر؟ قانونين، قانون النقد والصرف وقانون محاربة مكافحة وحركة رؤوس الأموال والغش من وإلى الخارج. هذوما المحورين الأساسيين القانونيين الذي يعالجان هذه القضية. نعلم حنا أنه في القوانين الجزائرية أنه أي بنك سواء ذات رأس مال وطني أو رأس مال خارجي، بنوك داخلية أو خارجية، تكون تحت يعني أن يجب عليها الحصول على اعتماد من البنك الجزائري، وهذا وفقا للقوانين، يعني أنه قوانين النقد والصرف أنه تفرض عليها لا يمكن لأي شخص أو أي بنك أن يفتح الجزائر بدون اعتماد من الدولة الجزائرية ممثلة بالبنك المركزي وكل ما تابعها من سلطات. هذه النقطة الأولى، وهذا ما يعيب على هذه القضية هذا هؤلاء الأشخاص أنهم فتحوا بنك إلكتروني الذي سوف نأتي ونتحدث عليه، لأنه جاء جراء الثغرات القانونية كذلك، لأنه التجارة تساوي السرعة. عندما نقول تجارة نقول سرعة، نقول تواكب العولمة تواكب العالم. هذه نقطة دوك نعود نقولوا لها بعد 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 ما نفصلوا من الجانب القانوني. وبالتالي هما تحت طائلتين هذين القانونين، وتم إنشاء ما يعرف بالقطب المالي والاقتصادي المتخصص على مستوى محكمة سيدي محمد الذي له اختصاص موسع، ويتم التحقيق عليهم الإجراءات كيف تتم. بمجرد أن نظن أن القضية كانت مدة سنة وهي تحت أعين ورقابة رجال الضبطية القضائية والتحريات التي أدت بالنتيجة مؤخرا إلى امتثالهم أمام وكيل الجمهورية، وبعد ذلك أمام قاضي التحقيق الذي سوف يحقق ويعمق في الملف وينظر إذا وجد أطراف في الخارج وأطراف في الداخل، ويتم توسيع إذا وجود أشخاص معنوية كذلك يمكن متابعتها وتوجيه الاتهام لها. هذه فيما يخص الإجراءات القانونية. لكن احنا نطرح سؤال، والله القوانين موجودة لكن نحن عايشين في تناقض للأسف. هذا هو القصد. سأبحث معك نقطة كذلك مهمة جدا سيدي أمين بن كراودة، لأنه حتى وإن كان القانون يعاقب من جهة لكل من يعمل على اعتماد نشاط لفرع بنكي غير معتمد هنا بالجزائر، طبعا الأمر معروف في أي قانون بالقانون الجزائري، خصوصا كما سبق وأشرت أنه يمنع ويعاقب عليه القضاء الجزائري والمشرع الجزائري. اليوم نتحدث أنه ممكن فيه ثغرات قانونية من خلالها حسب تصريحات طبعا أعضاء الشبكة لباي سيرا الغير معتمدة هنا بالجزائر، تحدثوا أنهم كانوا خاضعين لقانون
هذا البنك بدولة البنك المعتمد وليس بقانون الجزائري، لأنه صحيح أنه فيه بحث عن إعادة مراجعة قانون كما سبق وأشرت الصرف والنقد، لكن في ثغرات ربما تم اعتمادها من طرف هذه المجموعة. شوف والله نقدر نقول لا ما نعرفوش الأشخاص، لكن تكلموا بكل موضوعية. نعم. نقدر نقول هؤلاء الأشخاص هم ضحية الفارق القانوني في بعض الحالات. ونحن نلاحظ هذا في الميدان. هذه تذكرني بقضية التي حدثت في الصين، وقضية المشهور علي بابا. علي بابا هو أول من بدأ في الصين، بدأ بقضية ما يعرف بالبيع عن طريق الإلكتروني. الدولة الصينية آنذاك يعني كانت مسؤوليته تحت المحك سيدتي المحترمة، وبالتالي الدولة واكبت ذلك المنتج البسط الذي هو علي بابا، وأدت بإنشاء قوانين تتواكب مع العمليات الإلكترونية، غير ما يحدث في الجزائر. التحقيقات في القضية أسفرت على أن هذه المؤسسة بايسرا يعني تعمل هنا بالجزائر منذ 2013 من كراودا، يعني من 2010 سنوات كاملة من العمل، وطبعا اعتماد هذا البنك الغير معتمد هنا بالجزائر ليتم تفكيكها في 14 من فيفري. يعني إن كان لم يعمل حسب ثغرة قانونية واضحة وبارزة، ونشير فقط إلى أنه يلقى رواجا واسعا من قبل في أوساط الجزائريين. يعني هذه الثغرة القانونية التي تم استغلالها ثغرة يعني لا بأس. أقول لك رانا عايشين في تناقض بين ما يقع في العالم التجاري، وهذا ما أدى بالحكومة مؤخرا إلى عرض على طاولة النقاش مراجعة قانون النقد والصرف. هذه من نتائج معالجة قانون النقد والصرف سيدتي المحترمة. وبالتالي نلاحظ أنه يوجد شرخ واسع بين المعاملات التجارية العالمية، لأنه المواطن الجزائري بصفة عامة فإن يتوجه إلى سرعة المعاملة، ونظن أن هذا المتعامل لقد وفر للمواطن الجزائري أنه يوجد سرعة في المعاملة فيما يخص تحويل الأموال من وإلى الجزائر. هم استغلوا ثغرة قانونية، لكن تحقيق سوف يكشف عن ذلك، لكن تقعد النصوص القانونية خاضعة للتأويل. راكي تقولي لي من 2013 هم يمارسوا في هذه الممارسة استغلالا لثغرة قانونية. ضيف إلى أنه ما ننساوش بأنه في القوانين الصادرة مؤخرا أنه يوجد ما يعرف بالمصالحة، يعني حتى القضية يمكن أنه تنتهي بين المصالحة فيما يخص بين المتابعة، وهذا ما جاء على لسان وزير العد مؤخرا. طيب سأرحب بالأستاذ عبد الرحمن عيا الخبير في الاقتصاد النقدي وأستاذ الاقتصاد بجامعة البوليدة. أرحب بك أولا معنا مساوك سعيد أستاذ عبد الرحمن عيا. أهلا وسهلا لك ولمشاهدي قناة شروق، أنا من جامعة تيارت. ليس أهلا بك سيد عبد الرحمن عيا. إذن سنناقش معك النقطة كنت ناقشتها من الجانب القانوني والثغرات القانونية التي استغلتها هذه المجموعة. الآن نعود لواقع الدفع الإلكتروني بالجزائر والدوافع التي دفعت بالجزائريين طبعا للولوج لهكذا مؤسسات غير معتمدة بالجزائر. والله صراحة يعني هنا يمكن لنا أن نطرح عدد كبير من الأسئلة. نعم. طبعا يعني لا أعتقد أن هناك يعني عدم وجود تأطير قانوني فيما يخص إنشاء بنوك خاصة أو تمثيل بنوك أجنبية. حركة رؤوس ودخول الأموال كلها يؤطرها قانون النقد والقرض الذي في كل مرة يتم تحيينه، ولكن أعتقد أن المسألة لديها بعد مالي اقتصادي بالدرجة الأولى كما ذكر الضيف الكريم، بحيث أنه اليوم نحن لابد أن نسأل هذه المؤسسات التي تتجه إلى فتح حسابات على في بنك ليتوانيا، لماذا يعني فتحت هذه الحسابات؟ لا ضرر أننا نجري يعني عمليات مسح حتى يعني تكون لدينا قراءة سليمة لما يحدث حاليا في الجزائر. مؤخرا يعني كانت بعض المصادر الإعلامية ذكرت بأنه حوالي 2 مليون جزائري لديهم حسابات في هذا البنك. طبعا ليست هذه إحصائية رسمية، ولكن يعني الجميع أصبح يعرف هذا البنك ويتعامل معه، خاصة المؤسسات. وبالتالي فنحن نسأل
لماذا هذه المؤسسات تتجه للأمانة؟ الجزائر فيها بنوك، لديها خدمات بتعاملات خارجية، لديها يعني هناك من تقدم بطاقة فيزا، وبإمكان هذه البطاقة الفيزا أن يتم شراء بها يعني تذاكر الطائرة، وهي بنوك عمومية يعني فقط ليس للإشهار. مثلا البيانا بنك الوطني الجزائري لديه يعني مجال كبير في هذا الأمر، والجزائريون لديهم هذه البطاقات ويتعاملون بها ويشترون بها التذاكر ويدفعون بها يعني كل الأمور المتعلقة بالدفع الإلكتروني. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا هناك مؤسسات جزائرية تتجه إلى هذا البنك؟ نحن نود أننا يعني يعني نساعد صانع القرار على إيجاد مخرج، لأنه الرئيس ذكر في السابق أن من أسباب الأشياء التي تغضبه هو عدم وجود الرقمنة بشكل الذي يريده، وقال بأن الرقمنة يعني تعاملها يعني جيد، وقال بأنه من بين الأسباب التي يعني لم تحقق الإقلاع الاقتصادي هو وجود البيروقراطية، وفعلا هناك بيروقراطية كبيرة في المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية وعلى مستوى البنوك. وبالتالي فإذا كان يعني الرئيس ذكر هذا الأمر وحارب وغضب بسبب البيروقراطية، فللأمانة البنوك حاليا يعني عدد كبير منها لا زال دعنا نقول يعيش وفق أسلوب قديم ويمارس البيروقراطية بكل يعني أوجهها. النقطة الثانية أنه هناك مؤسسات تعمل يعني ما يعرف بالخدمات لشركات أجنبية، من دراسات ومن يعني جينيريك تاع أفلام ومن تصميم للسيارات، وترسل هذه الأعمال عن طريق النت، التجارة الإلكترونية بشكل كبير جدا ترسل هذه الأعمال إلى شركات أجنبية، ثم بعد ذلك تتقاضى الأجور. لكن عندما يحصلون على العوائد بالعملة الصعبة، البنوك أحيانا تضع هذا المتعامل في يعني دعنا نقول في إشكالية كبيرة، وبالتالي فأحيانا يقولون له بأنه يعني أنت لست مطابق للعمل التجاري، أحيانا يقولون له بأنه سنمنحك الأموال بأن العملة الوطنية بناء على سعر الصرف الرسمي، أحيانا يقولون له بأننا سنمنحك نصف الأموال بالعملة الصعبة والباقي يمنح لك بالدينار. وبالتالي فأعتقد أن هناك لبس. وللأمانة يعني أنا شاركت في ملتقى منذ سنتين، وهناك يعني وزراء أو وزارات تفهمت الأمر وطرحت الإشكالية بشكل واضح، وتم إيجاد حلها عن طريق أن هؤلاء لا يسحبون الأموال ولكن يحركونها ببطاقات الفيزا، وحتى تكون لديها أثر وحتى تدرك الدولة وتتابع هذه الأموال، لأنه لا يعقل أننا نخلي المجال هكذا صراحة. يعني هناك تبييض الأموال وهناك إهدار المال العام وهناك المال الفاسد، يعني الدولة عليها أن تراقب هذه الأمور، وهو شيء يعني ضمن صميم عملها. ولكن حتى يعني لا نقع في دعنا نقول كبح جماح المؤسسات التي لديها تعاملات أجنبية، علينا أن نفتح النقاش واسعا. أما مسألة وإنشاء بنك خاص أو تمثيل بنك رسمي هكذا صراحة، فهناك قوانين على مستوى قانون النقد والقرض توضح هذه الأمور. طيب دعني فقط أرحب بضيفي الكريم عبر سكايب مباشرة، الأستاذ نبيل جمعة الخبير الاقتصادي الذي يلتحق بي عبر سكايب لأناقش معه كذلك الطرق المخولة أو الطرق الوحيدة المسموحة بالدفع الإلكتروني هنا بالجزائر، وواقع الدفع الإلكتروني بالجزائر إن كان جاهزا دعوني أرحب به. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا بك، مساءك سعيد أستاذ نبيل جمعة. سأناقش معك نقطة البنوك بالجزائر والطرق القانونية المسموحة هنا بالبلاد في التعاملات البنكية عن طريق الدفع الإلكتروني. برأيك أي طرق هنا مسموحة بالجزائر؟ أتحدث طبعا في انتظار مراجعة القانون الأساسي للمعاملات النقدية، قانون النقد والصرف. نعم، بالنسبة لقوانين بنك المركزي، لأن في الجزائر هنالك بنك مركزي وهنالك لجنة النقد والصرف وهنالك لجنة البنوك، كل هذه
كاين قوانين اللي تعطيها هذه اللجنه للبنوك الخاصه والبنوك العموميه وكذلك لشبه البنوك للتعامل بالرقمنه، موجودين القوانين في الجزائر الحمد لله، هنالك نظام 0701، هنالك قانون النقد والقرض، هنالك اللجنه المصرفيه ولجنه اخرى لجنه البنوك اللي تقدم الاعتمادات الى هذه الشركات سواء كانت بنكية أو شبه بنكية، موجودين القوانين في الجزائر وكل قوانين موجودة، لكن احنا المشكل اللي مطروح في السوق هو هذه الشركة اللي تعاملت بالنقود الرقمية بدون تقدم إلى البنك المركزي وبدون المساءلة. لهذا اليوم هذه الشركة دست قانون الجمهورية، لأن هنالك قانون موجود في الجريدة الرسمية ليخص بالشركات المالية وشبه مالية للولوج إلى السوق الجزائري، وهنالك العديد من الشركات موجودة وعندها اعتماد. اليوم هذه كشركة تجارية ما تتقدمش إلى مديرية التجارة وما تجيب سجل تجاري، هذا يعاقب عليه القانون، والقوانين موجودة الحمد لله. لكن اليوم الدفع الإلكتروني بالرقمنة والنقود الرقمية في الجزائر نوقشت في البرلمان ونوقشت عند البنك المركزي من أجل تحديد قانون النقد والقرض، لأن قانون النقد والقرض قانون أصدر في التسعينات 90-10، ما فيش هاد المواد. اليوم البنك المركزي أحدث بعد القوانين الخاصة بالنقود الرقمية وكذلك بالشركات الشبه مالية لتعمل بالنقود الرقمية، لكن بالنسبة لبطاقات فيزا وبطاقات ماستر كارد كل البنوك الجزائرية عندها اتفاقيات مع هذه المؤسسات المالية. اليوم المشكل المطروح عند البنوك عند النظام المصرفي هو التقدم العلمي بالرقم. معك معي فقط لأثر هذه النقطة التي تتحدث عنها في شقها القانوني معك أستاذ أمينة بن كراودة. الآن تحدث عن طرق مسموحة بالجزائر والطرق القانونية المسموحة في الدفع الإلكتروني بالجزائر، دعني في صورتها من فضلك. قوانين قننت وتشير المشرع الجزائري نص بصراحة على التعامل الإلكتروني في عدة قوانين بينها قانون المالية التكميلي 2022 وما سبقه، لكن الإشكالية المطروحة كاين الدفع الإلكتروني وكاين ما يعرف بالنقود الرقمية ما أشار إليه الخبير الآن. في بعض الحالات الإشكالية المطروحة في النقود الرقمية، هذا من جهة. من جهة ثانية نظن أن هذه الشركة سبقت الزمن، هؤلاء المتابعين قضائيا أنه قانون النقد القرض والنقد لم يتم تعديله منذ يعني تعديل الجدري منذ التسعينيات، واخر نظن عندها شهر وشهرين تم طرحه على طاوله مره على مجلس الوزراء وبعد ذلك طرحه على طاوله البرلمان للنقاش. وبالتالي تلاحظي انه قانون القرض والنقد الى يومنا هذا لم يتم تعديله ويتواكب مع العولمه ويتواكب مع النقود يعني الالكترونيه بصفه عامه، ما ادى الى وجود ثغرات التي استغلتها بعض الناس من أجل إنشاء هذا النوع من الشركات، وبحجة أنه أنشئ الفرع في البلد المستضيف وليس في الجزائر، وعلى حسب فهمهم بليتوانا أنه يخضع لشروط البنكية على مستوى البلد المستضيف ولا على مستوى الجزائر. تقع الثغرة قانونية، يقع التفسير قانوني، الناس تتخبط لإيجاد حلول، لأنه الالتزامات التجارية وسرعة المعاملات هي التي فرضت نفسها في قضية الحال، وبالتالي نقدروا نكيفوهم ضحية لأن المشرع الجزائري لم يواكب بوضوح وبصراحة ضف إلى عامل بيروقراطي الذي لا يمكن تجاهله من أجل الحصول على اعتماد بنكي ليس من السهل بما كان في الجزائر، وهذا لا يخفى على أي إنسان. كما أنه تحويل الأموال من الجزائر إلى الخارج، مواطن بسيط يمكن أن يحول يريد أن تحويل الأموال من الصعب بما كان كذلك تحويل الأموال، وبالتالي استغلوا هؤلاء الناس استغلوا هذا الفراغ التجاري، الفراغ الشبه قانوني، يعني أنه فسروا على طريقتهم واستعلت هذه الشركة. ونحن نتساءل هذه الشركة اللي من 2013 وهي تشتغل إلى 2023 وبعد 10 سنوات
يتم توقيف الأشخاص هؤلاء يمكن أنه تطرح علامة استفهام. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمين بن كراودة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والمستشار القانوني، كنت ضيفي بالبلاتو. للأسف انتهى الوقت، أشكرك جزيل الشكر أستاذ نبيل جمعة المحلل الاقتصادي. دعوني كذلك أشكر عبر الهاتف عبد الرحمن عيا الخبير في الاقتصاد النقدي عبر الهاتف، كذلك شكرا لكم